السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قوات قاتلت في سرت ضحت بالغالي والنفيس، قضى منها المئات وهم يقارعون الحقد الأسود المتمثل فيما يعرف بتنظيم الدولة. حرروا المدينة بلا نهب ولا انتقام ولا براميل متفجرة تقصف من طائرات من أصم آذاننا وهو يدعي محاربة الإرهاب، وهو من أفعاله كلها تدله على دعمه له. عن قصف الجفرة نتحدث وعن تداعياته والواجب اتجاهه نحاول مناقشته خلال هذه المساحة من حوار المساء، نبدأها بعد هذا التقرير. في تكرار لما قام به منذ أقل من شهر، ها هو الطيران التابع لميليشيات الكرامة يقوم بتجديد القصف على قاعدة الجفرة الجوية والتي تتمركز فيها قوات من الثوار الذين أسهموا في تحرير سرت من براثن ما يسمى بتنظيم الدولة، في مشهد متكرر لقوات ملأ صراخ أتباعها الشاشات وهم يدعون أنهم المحاربون للإرهاب وبذلك يبررون كل أفعالهم. جاء القصف الجديد لقاعدة الجفرة والذي راح ضحيته شهيدان وجرح فيه أكثر من 10 من الثوار بعد قصف في يناير الماضي لطائرة كانت تقل أعيانا وقيادات من مدينة مصراتة، راح ضحيته شهيد وأصيب فيه الناطق باسم المجلس العسكري مصراتة. من جهته اكتفى المجلس الرئاسي المقترح بالصمت على ما حدث في الجفرة، وهو الذي كان يرى منذ وقت قريب أنه من يدعم القوات التي كانت تقاتل تنظيم الدولة في سرت، وهي التي تراها ميليشيات الكرامة مجموعات تابعة للقاعدة ولابد من القضاء عليها، بينما تخرج تصريحات صحفية من المجلس المقترح تدعم حفتر في حربه على بنغازي وكأنها ليست المسؤولة عن تسهيل خروج قوات التنظيم من بنغازي كما فعلت قبلها في ذرنا. ومن جهة أخرى يرى مراقبون أن الصمت على جرائم قوات الكرامة في بنغازي أسهمت بشكل كبير في تمادي وتمدد عمليات أتباع حفتر لتصل إلى قاعدة الجفرة الجوية، ومن جهة أخرى خشية منها أن تكون قاعدة لأي تحرك لقوات الثوار في اتجاه المواني النفطية. ويرى آخرون أن تشتت قوى الثورة لعب دورا أساسيا في هذا التمدد، ولعل خطوة تشكيل الحرس الوطني التي أعلن عنها مؤخرا ولاقت قبولا من شريحة لا يستهان بها من قوات الثوار هي طوق النجاة للحفاظ على ما تبقى من ثورة فبراير، ولم لا ارجعوا عجلاتها للطريق الصحيح. أهلا بكم مشاهدينا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حوار المساء، والتي نخصصها للحديث عن التطورات في جنوب مدينة سرت أو في الجفرة بالتحديد، حيث قامت طائرات تابعة لميليشيات حفتر باستهداف قاعدة الجفرة وبعض مناطق تمركزات قوات الثوار التي شاركت في تحرير مدينة سرت من ما يعرف بتنظيم الدولة. وأيضا شهدنا يوم الجمعة إسقاط طائرة من قبل سرايا الدفاع، أسقطوا طائرة تابعة لميليشيات حفتر حيث قتل أحد الطيارون على متن هذه الطائرة. أرحب بضيفي في الأستوديو هنا السيد محمد النعاس، وهو المحلل العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيد نعاس. أهلا بك. لماذا يتم استهداف الجفرة بالذات؟ أهيك وأهي السادة المشاهدين. والله في اعتقادي أنه هو لهدفين اثنين. أولا هو يعني كما يقال في العلوم العسكرية يوجه في ضربات استباقية، هو يتصور أن الجفرة الآن أصبحت محل لتجمع، هذا حسب تصوره يعني، نعم. لا أدري يعني إذا كان موجود في الواقع، أصبحت محل لتجمع القوات المناوئة له وعلى رأسها سرايا الدفاع من غازي، وهؤلاء وهي تتكون من أبناء إخواننا المنكوبين النازحين مدينة بنغازي، هؤلاء يكافحون من أجل العودة إلى بيوتهم، نعم. وهذا حق تكفله القوانين والشرائع الإلهية والإنسانية. والشيء الثاني هو أن اللي يثبت للعالم أني أنا موجود، أني أنا الجنرال حفتر لم أمت، قواتي تضرب هنا وهناك، وقد فعل هذا حتى في 2015 وفي أوائل 2016 ضرب في زوارة وضرب في معيتيقة، ولكنه عبث، هذا ضرب عبثي، هذا في العرف العسكري هذا عبث بأرواح الناس وبالممتلكات، لا يفيد في شيء.
لأن من لا يملك قوات على الأردن، لأن في العلوم العسكرية السلاح الجوي هذا يسمى نعم. سلاح ساند، والبحر يسمى سلاح ساند، تسند القوات البرية على الأردن. إذا لا تملك قوات مدربة تستطيع أن تحتل الجغرافيا، ومن قال فأنت أن تعبت. ومن قال أن حفتر وميليشياته لا يتربصون بالجفرة وأن قواتهم على مشارف الجفرة؟ هذا كلام لا يصدقه عاقل. لا، هو لم يستطع حتى قهر قنفوذ اللي هي قرية بسيطة الآن 90 يوم يقصف فيها بكل أنواع الأسلحة ولم يستطع السيطرة عليها، فمن يصدق أنه هو يقدر يناور بالقتال في منطقة جغرافية كبيرة زي هذه؟ من الناحية العلمية غير مقبول الكلام هذا. طيب، البعض يقول بأن ما حصل في منطقة الهلال النفطي عندما تقدمت بعض القوات التي قيل بأنها أو أعلن أنها تابعة للرئاسي المقترح، تم استهداف هذه القوات وتراجعت بناء على الاستهداف الجوي، ربما حفتر يعول على هذا. أولا، الطائرات التي ساهمت في ضرب حرس المنشآت ليست طائرات حفتر، اشترك فيها حتى الطائرة الفرنسي والطائرة الإماراتي. نعم، لأن كانت ضربات نوعية دقيقة جدا، مثل الضربات التي وجهت لأبنائنا من سرايا دفاع بنغازي على مشارف جمينس والمناطق التي قبلها. فالموضوع نفس العدو المتربص الذي يسند الجنرال حفتر لكي يبقى حيا، هو الذي يضرب أبنائنا ويتربص بهم، هو الذي يتلاعب بكفة الصراع، يستطيع أن يحول هزيمة هذا إلى نصر ونصر هذا إلى هزيمة، لأنه يملك التقنية العالية والقدرة. طيب، هذه التقنية العالية ماذا لو تدخلت حتى في الجفرة وتمادت وأصبحت تقصف على مشارف سرت ومصراتة وهذه المدن؟ أنا لا أميل للتوسع في هذه التخوفات، لكن إذا تدخلت فهذا قدرنا ولو بد أن يعني أن نواجهه. سرايا الدفاع عندها هدف نبيل، وهو الرجوع إلى بيوتهم في بنغازي التي هجروا منها، وهو تحرير بنغازي من هذا المجرم الذي اسمه حفتر، الذي قتل الآلاف وجرح عشرات الآلاف. فهذا هدف نبيل. إذا كانت القوة هذه قررت أنها تتدخل طور أبنائنا مرة ثانية، فالليبيون كما فعل أجدادنا نفعله نحن. أجدادنا ضحوا بنصف مليون شهيد، فلا نضحي إحنا بمئات الآلاف، لابد أن نضحي. إذا كان قدرنا أن نقاتل فسوف نقاتل. طيب، ما فيش حل ثاني. نعم، ولكن هنا السؤال يقول لك، لماذا لا تكون هناك احتياطات في رأيك؟ هناك خطة أحسن وسيلة للدفاع، الهجوم. هل نقل المعركة إلى المنطقة الشرقية من قبل الثوار إن تم ذلك يعتبر أحسن وسيلة للدفاع عن مناطق سيطرة الثوار في الأصل؟ طبعا، الأمور التكتيكية هذه أمور عادة تكون سرية ولا يجوز الكلام فيها، يعني حقيقة هذه تترك للقادة الميدانيين. نعم، وهم شجعان بارك الله فيهم، وهم علمونا يعني الشجاعة وحسن التخطيط، فهذا يرجع إلى تخطيطهم. هم الذين يقدرون عوامل الزمان والمكان والجغرافيا والطبوغرافيا، متى يتحركون متى لا يتحركون. ولكن استراتيجيا هذا أمر يخصهم هم، يعني استراتيجيا هل يصح أن يكون ذلك؟ إلا ليبيا ليس فيها معركة إلا في بنغازي. نعم، هذا قلته أنا من أكثر من سنة ونصف وسنتين. الصراع موجود في بنغازي، التآمر على ليبيا من بنغازي، حمام الدم الذي تشجعه الدول الكبرى وتوزعه بنو جلدتنا هذا المصريين والإماراتيين موجود في بنغازي. إذا هدأت بنغازي ليبيا كلها ستهدأ. هل رأيت مثل هذا الصراع في المنطقة الغربية؟ فجر ليبيا ماذا كانت عملت؟ طردت القوات اللي هي القعقاع والصواعق والمدني التي كانت تعرقل قيام الدولة. من يوم ما خرجت هذه القوات من طرابلس، هدأت طرابلس بالمقاييس العامة للمدن، هي هادئة. لكن المأساة وحمام الدم الآن موجود في بنغازي، الصراع الحقيقي في بنغازي. حتى أننا لم نرى حرق الجثث والبراميل المتفجرة وهدم البيوت وحرق البيوت أبداً. هذا يعمله إلا التتار والمغول، يعني وهذا يبدو أن فصيلة عاقبة منهم موجودة في بنغازي الآن، هذه حقيقة يعني. نعم. طيب، هناك موضوع آخر هو إسقاط الطائرة التابعة لحفتر. أولا، إن كانت لديك معلومات من خلال متابعتك سيد نعاس حول هذه الطائرة وما الذي أسقط هذه الطائرة، هذا إن كانت لديك معلومات. والله سرايا الدفاع أعلنوا أنهم أسقطوا هذه الطائرة. نعم، وهذه الطائرة 135، وهذه شديدة التدريع، يعني إسقاطها ليس بالأمر الهين، فهو إسقاطهم لها يعتبر نصر من الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، لأن إسقاطها ليس أمرا بسيطا يعني. نعم، كيف يمكن أن تسقط هذه الطائرة؟
يعني البعض يطرح سؤال يقول هل نعتقد أن الثوار قد وصل إليهم سلاح نوعي لمواجهة مثل هذه الطائرات؟ والله التفاصيل الفنية لا أعلمها، ومن حق الثوار أن يخفوا المعلومات المتعلقة بسلاحهم، وأنا أؤيد هذه الفكرة يعني، لكنهم أسقطوها، وهذا يعتبر لأن هذه الطائرة خطيرة جدا جدا، وهي من أقوى الطائرات الهجومية رغم أنها قديمة، ولكنها من تحت شديد التدريع، يعني المضادات الأرضية ما تسقطهاش. إذن هذا ما كنت أبحث عنه. المضاد الأرضي لا يمكن أن يسقط. ممكن يعني استخدموا المضادات الأرضية بتكتيك ذكي جدا وعملوا لها فخاخ عشان نحاصرها، ولكن في النهاية هو نصر من الله سبحانه وتعالى ونهنئهم عليه. طيب السؤال هنا عن نوع الحرب الذي ينفع مع حفتر في مثل هذه الحالات، يعني الحرب المعركة النوعية مثل إسقاط الطائرات، نصب الفخاخ كما سميتها، أم هي الحرب التقليدية وكثافة النيران، خاصة في مساحات في الطريق إلى بنغازي؟ إن تحدثنا يعني عن سرايا الدفاع ومسير الثوار لتحرير بنغازي. والله بالنسبة للحروب الحديثة، تحرك على مسافات طويلة على الطرق يعني عرضة للقصف بالطيران. نعم. حقيقة يعني الطيران الآن يلعب في دور كبير جدا. الطيران لا يحسم معارك لكنه ينهك العدو ويضرب خطوط إمداده ويخلف فيه، يعني معروف رأينا ما فعله الطيران في العراق. نعم. وفي أفغانستان وفي عفوا. نعم. وفي حرب البلقان وفي حرب البوسنة، يعني الطيران يكاد يكون أحسن، يستطيع أن يضرب مفاصل العدو ثم يترك الباقي للقوات الأرضية، لكنه لا يحسم معركة، لابد أن تتبعه قوات الأرضية. لا نستطيع أن نطبق هذه المعايير على الحرب الدائرة بين ثوارنا وبين حفتر. حفتر لا يملك جيش نظامي تنطبق عليه المعايير العلمية، وثوارنا لا يكافحون ما يستطيعون، ولكنهم يحققون النصر إن شاء الله يعني. نعم، ولذلك أنا سألت، يعني خاصة أن الثوار كانت يعني تجارب وتعاملوا مع أنواع من الأعداء قبل أيام حرب ضد القذافي، ومن ثم الحرب في فجر ليبيا، وبعدها حرب ضد تنظيم الدولة، هذا ربما يجعلهم يعني لديهم معرفة بكيفية التعامل. لا شك في ذلك، هم طبعا تمرسوا بالقتال، يعني في بداية عملية البنية المرصوص سئلت من كذا قناة يعني الموضوع، قلت لهم هؤلاء الثوار هم الذين تمرسوا بالقتال ضد القذافي ويعرفون سرت زقاق زقاق وشارع شارع وميدان ميدان، يفهمونه جيدا. ومن عوامل النصر أنك تفهم الأرض التي تقاتل عليها، فهم أبدعوا الحقيقة، أبدعوا. طيب. وإن فكان يعني مخرجاتهم كانت مخرجات سليمة جدا. نعم. طيب عذرا عن المقاطعة سيد محمد ناس، نريد أن نخرج إلى فاصل قصير، ابقى معي. أيضا أنتم مشاهدينا ومستمعينا الكرام ندعوكم إلى البقاء معنا لنتابع بإذن الله النقاش حول هذا الأمر، وهو القصف على الجفرة ورد الثوار وما إمكانية الرد على ذلك. بعد الفاصل نلتقي. اسألوا تاريخنا، اسألوه هو يجيبكم يا رجال، سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا، لما سعينا فما رثت عزائمنا، عما نروم ولا خابت مساعينا، قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة يوما، وإن حكموا كانوا موازينا، تدرعوا العقل جلبابا فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجانينا، وإذا دعوا جاءت الدنيا مصدقة، وإن دعوا قالت الأيام آمين. النصر إلا من عند الله، النصر إلا من عند الله، الله أكبر والله الحمد، الله أكبر الله أكبر والله أكبر.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه الحلقة. إذا نناقش هنا القصف على أو تجدد القصف على منطقة الجفرة وجنوب سرت. يستهدف هذا القصف قوات سرايا الدفاع عن بغازي وأيضا قوات الثوار التي حررت مدينة سرت من تنظيم الدولة في عملية البنيان المرصوص. سيد محمد النعاس، هنا أسأل عن الأخبار الواردة عن اشتباكات قرب منطقة زلة أو في هذا الطريق، يعني لا أعلم بالضبط المناطق التي تجري فيها الاشتباكات، ولكن هذا يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المصادر تؤكد أن الاشتباكات فعلا دائرة وأن استراتيجية أخرى اتبعها الثوار. هل نفهم بأن بالفعل هناك استراتيجية أخرى يتبعها الثوار؟ هل تجدي مثل هذه الأعمال نفعا؟ يعني فجأة نسمع عن اشتباكات في قرب منطقة زلة. فيما أعتقد أن زلة تبعد حوالي 100 كيلومتر على الجفرة تقريبا، يعني وأن القوات المتواجدة هناك ليست قوات حفتر. حفتر ليس لديه قوات بالمعنى العلمي العسكري القادرة على المناورة بالقتال، هو لا يملك جيش نظامي يخضع لقيادة معينة ويملك الهجوم والقدرة على الدفاع، ولكن المعروف أن تلك المنطقة تتمركز فيها القوات المتمردة السودانية اللي هي أعتقد اسمها هي المهم قوات تبع السودان، وأعلن عنها كذا مرة وأسر منها بعض الناس واعترف بهذه الحقيقة يعني. فربما يكون المجابهة ما بين الثوار وبين هذه القوات اللي هي قوات دارفور المتمردة هذه. نعم، حركة العدل والمساواة. أيوة، هذه التي يقصدها يعني. نعم، هل نفهم من هذا أن هناك تكتيك جديد يتبعه الثوار، نقل المعركة إلى مناطق أخرى؟ والله بالنسبة للثوار لابد أن يكون لهم تكتيك، لابد أن يكون استراتيجية، لأن هل يضيعون وقتهم؟ يعني هم يعانون مأساة، أهليهم مشردون، أمهاتهم بناتهم أخواتهم كلهم مشردين الآن، هم يكافحون من أجل الرجوع إلى بيوتهم في بنغازي، فمن حقهم أن يعملوا كل ما يوصلهم لهذه الغاية. طيب، من قتل دون عرضي فهو شهيد. طيب، ومن قتل دون وطني فهو شهيد. نعم، هناك أمر آخر، هو أن المتحدث باسم ما يعرف بالكرامة هدد بقصف أو باستهداف فندق في منطقة الجفرة، تحجج بأن تجتمع فيه قيادات الثوار هناك، وأيضا كانت هناك إحدى الوسائل الإعلامية المعروفة في ليبيا كانت هناك لتصوير شيء ما، فكان هذا تهديد مباشر لاستهداف هذا الفندق. هل هو ردة فعل على إسقاط الطائرة؟ هو ممكن أن الطائرة هذه احنا كنا نتوقع الهجوم بطائرات الميج 23 طبعا، لأن مدى القتال يمتعها يتجاوز 500 كيلومتر أو شيء زي هذا، فلكن بالنسبة للهجوم بهذه الطائرة يعني كانت ستقوم بعملية نوعية، ممكن هي كانت مكلفة بتهاجم الفندق. نعم، لأن طبعا تستطيع عندها مدافع رشاشة قوية جدا جدا وثقيلة وتضرب بها وفيها مزودة بالصواريخ، فلكن الثوار أحبطوا عملها قبل هذه، فهو ربما يقصد العملية التي كانت ستقوم بها هذه الطائرة. نعم، لكنها طائرات كلها قديمة وهي عرضة للخلل الفني، وانت تصور أن طائرة هليكوبتر يقود بها عميد، فالجيوش الأخرى ما فيش ضابط بيروت عميد يقود في طيارة ويقاتل، هذا لأنه ما يملكوش العناصر الشابة، هذا في الجيوش الثانية برتبة عميد لا يقاتل بالطائرة، لا يقاتل بالطائرة. نعم، لأن عمره ما يسمح لاش، ولكن هم يتلعبون حتى بصحة هؤلاء الناس يعني، فحسب الأخبار أنهم كانوا 2 عمداء على ظهر هذه الطائرة، وهذه جريمة عسكرية. نعم، يرتكبها اسمها هذا حفتر. نعم، جريمة عسكرية أن يكلف ضابط متقدم في السن برتبة عميد بالقتال بطائرة، يعني هذا لا يجوز، هذا شغل الشباب اللي هم من رتبة مقدم فما تحت. نعم، تقصد بأن هذا في القانون العسكري لا يجوز، ما 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 يمكنش يعني إلا في حالات. نعم، نادرة جدا جدا. نعم، في حالة ندرة العناصر القادرة على القتال. نعم، طيب هل يدل هذا على أن يعني حفتر ليس لديه أي تكتيك أو خطة عسكرية فعلا، إنما هو يعتمد على كثافة نيرانية والهجوم فقط ولا شيء غيره؟ هذا هو الحقيقة، هو كما قلنا سابقا هو لا يقاتل، هو يقتل. نعم، إذا أردت أن تقتل يعني كلاشنكوف والشرعات تقدر تضرب أي مجموعة قدام سوبر ماركت ولا حاجة تقتلهم، هذا اسمه قتل.
نعم. أما القتال كعلم وفن وعقيدة لا يملكه حفتر. طيب بما أن أتينا على هذا الأمر أريد أن أسأل يعني من خلال متابعتك ربما واطلاعك على بعض المعلومات بحكم يعني الخبرة وبحكم أيضا العمل في وزارة الدفاع سابقا، ما هي القدرات التي تتمتع بها القوات الجوية الموجودة في المنطقة الشرقية والتي يستعملها حفتر؟ القوات الجوية كان أكبر تجمع هو سرب الأسراب 21 في أيام القذافي، كلها جمعت في قاعدة العدب، هي قاعدة اللي في طبرق موجودة. نعم. قاعدة العدب. نعم. هذا الاسم القديم. فكان الأسراب الميج 21 كلها موجودة غادي وطيرينها أغلبهم من المنطقة الشرقية واستقروا هناك. أما الميج 23 فمع بداية الأحداث ما كانش عندهم إلا عدد قليل جدا واكتريته وسقط منه حوالي 3-4 لحد الآن. لكن من يزودهم بهذه؟ تزودهم مصر لأن عندها مخزون قليل من الميج 23 تحصلت عليه في أواخر حرب 73. نعم. موجود. وعندها قطع غيار. كذلك يأتيهم السلاح عن طريق السوق السوداء الموجودة في الدول في المجموعة السوفيتية القديمة، موجود لأن هي طائرة قديمة والكل عنده منها مخزون وبيبيع. فهم يشترون. من يمول هذا البيع؟ يموله مجموعة التمويل التي يتزعمها أحمد قداف الدم. نعم. ويمولها تطناكي، ويمولها ممكن طيب الصافي لأنه مودع بأمواله حسب ما علمت باسمه أموال ودعها القذافي قد تصل إلى كذا مليار يعني. نعم. فهؤلاء يدعمون من قبل أنصار النظام السابق، المال موجود لديهم، وفكرة أنهم فكرة رفع حظر السلاح عنهم هي فكرة كاذبة، لأن الدول الكبرى التي فرضت هذا بحكم القرار 1970 تعلم أن السلاح لم ينقطع عنهم نهائيا، ومخازن الجيش المصري مفتوحة لهم بالكامل. ومن مدة حوالي سنة ونص أو سنتين اعترف صقر الجروشي اللي هو الذراع الأيمن الذراع الجوي لحفتر. نعم. قال أن احنا استلمنا 400 حاوية ذخيرة من المصري عن طريق السلوم. أيضا تحدث عن الشخص الأمريكي الذي أعطى ملايين لحفتر. ممكن جدا. نعم. الأموال الليبية موجودة بكثرة برا، موجودة بكثرة. نعم. طيب السؤال المهم هنا هو يعني إمكانية أن تصل هذه الطائرات إلى حدود مدينة مصراتة أو مدينة سرت أو إلى مدينة الجفرة، يعني هذا يجعلنا نسأل من أين تنطلق هذه الطائرات؟ ما الهدف الذي إذا ركز عليه الثوار يعني يمنعون طائرات حفتر أو يوقفون إمكانية أن تصل طائراته إلى الجفرة؟ حفتر في 2015 وصل إلى مصراتة. نعم. وضرب بجانب الميناء، ولكن هي ضربات عشوائية. نعم. أغلبية الطائرين الموجودين عند حفتر طيارين استهلكوا زمنيا، فالطيار المقاتل يعني مش سواق، في فرق بين سوق الطيارة وبين استخدمها في التكتيك القتالي. نعم. فهذه مشكلة. في آخر أيام القذافي هذه الخبرات تركزت في أنصاره هو في القوات الجوية التي يسيطر عليها خميس فقط، أما الباقي فقد استهلكوا. كل إخواننا الضباط في السلاح الجوي كانوا ذوي كفاءة عالية في القتال. نعم. لكن بحكم السن الآن مش ممكن يقوم بالعملية، لو تكون يدربوا عناصر شباب تكون قادر على استعمال الطيارة في القيادة وفي التكتيك القتالي نفس الشيء. هذه يعاني منها حفتر. نعم. هذه يعاني منها حفتر، وتعويضها يحتاج لسنوات، لأن بناء الطيار موش بسيط، طيار مقاتل موش بسيط. نعم. طيب القواعد أو المطارات التي تنطلق منها هذه الطائرات لاستهداف الجفرة في رأيك أين هي هذه المواقع؟ طبعا يستخدم هو في مهابط حقول النفط، عندك مهبط سدرة ومهبط رأس لانوف ومهبط البريقة. نعم. طيب. لأن هو بينطلق مثلا من 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 لبرق أو بينطلق من خروبة، يعني ممكن ينزل في مطار رأس لانوف، ومنه هو تكون فيه قاعدة الإمداد يتزود بالوقود والذخيرة هناك، ثم يتحرك يقرب إلى ميناء السدرة، منها ينطلق لضرب الجفرة. فهو يمشي على مراحل، لكن ليس لديه نفس طويل، يعني ممكن يضرب اليوم ويهرب أسبوع.
طيب حسب المعلومات يعني أن هذه التي سميتها البريغا وزويتينا وراس لانوف مواقع نفطية وهي تابعة يعني لمؤسسة النفط، فكيف يمكن أن تستخدم عسكريا وهي مواقع مدنية بحتة؟ هل يعني نسأل من ناحية القانون العسكري؟ أنا أعطيك مثال ثاني، هم مش استعملوا هذا بس، استعملوا حتى مطار زنتان، واستعملوا حقل الفيل وحقل الشرارة. لأن من أين انطلقت الطائرات التي ضربت قاعدة معيتيقا في 2015 وضربت زوارة؟ من أين انطلقت؟ انطلقت من مطار الزنتان. لكن كيف وصل الزنتان؟ يصلون على مراحل. يعني أنت الطائرة إذا كان مداها 1000 كيلومتر في العام بتنقسمها في, في, في المدى العام تاعها، فبتنقسم على الاثنين 500 ماشي 500 جاي، فهم يوصلوا بعدين يكون قاعدة تزود. نعم. فهذا هو اللي صاير، تنطلق ثاني يوم تضرب هنا تضرب هنا وبعدين ترجع لقواعدها وبهذه الطريقة. لكن كل شو أب يعني ما بيقول ليقول أن نحن موجودون هنا ودروعنا الجوية تضرب هنا وهناك، كله كذب، لا يحسم معركة ولا يخيف على الإطلاق. أي أنه لا يمكن أن يحسم المعركة سواء في بنغازي أو في الجفرة جويا فقط. لا يمكن، لأن طيران متخلف وعدده قليل والطيارين غير مدربين على القتال. لكن المريب هنا الطيران الأجنبي سيد النعاس، ما الدور الذي يلعبه؟ ما إمكانية أن يخترق هذا الطيران طرابلس ومصراتة وهذه المناطق؟ والله كل شيء قال. نعم. كل شيء وارد الحقيقة. نحن ما نعانيه بالضبط، نحن في صراع مع هذه الدول الكبرى. نعم. ولكن الصراع هم لا يحبذون الحرب، لأن احنا لسنا في مستوى أن نحاربهم، هم قادرين على تدميرنا بالكامل، هم أسقطوا. نعم. القذافي في مدى زمني قليل، ضربوا له الدفاع الجوي في خلال 7 أيام، جميع شبكات الدفاع الجوي ضربت. نعم. ضربتها الطائرات صواريخ الهربون اللي تحمل فيها طائرات الS10 الأمريكية. ولكن الموضوع وما فيه أن الطيران الأجنبي إذا قرر محاربتنا يستطيع أن يفعل ذلك، لكن نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شرهم. نسأل الله أن يرزقنا بقيادة رشيدة تضع رؤية تدرس الواقع وتخرجنا من هذا المأزق وتفاوض هؤلاء الناس على مصالحهم لحقن دماء أبنائنا. نحن لسنا فرحين. طيب. بمن يموت، لا من طرف حفتر ولا من طرف أولادنا، كلهم أبنائنا ونحزن لموتهم، يعني كلهم ضحايا، يعني هذا حرب عبثية في الحقيقة. طيب سنعود إلى مسألة القيادة وما الذي يجب على القيادة من قبل قوات الثوار فعله لمواجهة هذا، ولكن أستقبل قبل ذلك الدكتور محمد فؤاد المحلل السياسي. دكتور فؤاد أهلا بك. أهلا بك، السلام عليكم، تحية لك. حياك الله دكتور فؤاد. يعني في السابق شهدنا أن قوات حفتر يعني تمادت وسيطرت على الموانئ النفطية وطردت قوات تابعة لما يسمى بين ظفرين شرعية الاتفاق السياسي، ومن ثم يتعدى على قوات البنيان المرصوص ويتعدى على قوات الثوار والقواعد العسكرية في الجفرة أو في سرت أو حوالي في يعني المناطق المحيطة بهذه المدن. أين هو الرئاسي المقترح صاحب الشرعية وفق الاتفاق السياسي؟ هو في الحقيقة يعني الكل يعلم ان النجم السياسي شبه غير موجود، يعني للأسف الشديد شهدنا عدد البيانات التي صدرت من الرئاسي حول شركة الاستثمارات والضجيج الذي قام به حول شركة الاستثمارات أكثر بكثير من البيانات التي صدرت حول نعم نعم دكتور فؤاد. نعم يبدو أن فقدنا الاتصال مع دكتور محمد فؤاد. عموما إلى أن يجهز الاتصال مع الدكتور محمد فؤاد نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل بإذن الله، ابقوا معنا. يا رب العالمين اكفيني الموت ودم بلادي.
سيدنا حضر بلادي يا ربي والديرة ويلا لكن مخدوم يا ربي ما بيدي حيلة لو كان بالراي يا ربي الحر رمضان طالب مولاي منه مش غطوة وكبيره احتفال والديره ندوة في حياتنا أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا مستمعينا الكرام، وأرحب مرة أخرى بالدكتور محمد فؤاد المحلل السياسي. دكتور أهلا بك. نعم دكتور فؤاد. نعم دكتور محمد. سيد محمد فؤاد. طيب هناك خلل في الاتصال مع الدكتور محمد فؤاد، نحاول إصلاحه. أعود لضيفي هنا في الاستوديو سيد محمد الناس المحلل العسكري والاستراتيجي. يعني ما الرسالة التي يرسلها هذا التمادي المتكرر من قبل ميليشيات حفتر خاصة بالطيران على الثوار؟ ما الرسالة التي يرسلها للثوار بشكل عام وخاصة ثوار مصراتة باعتبار يعني هي الأقرب إلى مدينة سرت والجفرة، وباعتبار القوة المتواجدة هناك يعني في أغلبها تنتمي لثوار مصراتة؟ هو لا يرسل رسالة ثوار مصراتة، ثوار مصراتة شجعان ويعرفون منتبهون وتمرسوا بالحرب ويعرفون أنه يعبث ولا يستطيع أن يقترب من مصراتة. هو رسالة يرسلها لأسياده الذين دعموه وأوجدوه، يقول لهم أن أنا عندي ذراع جوي يستطيع أن يضربونه ولا هناك. لكن طبعا هل يضحك على الأمريكان؟ هل يضحك على الفرنسيين؟ هل يضحك على البريطانيين؟ هؤلاء هم آباء الجيوش الحديث. نعم. يعني وأنا طبعا التقرير اللي استعرضناه هنا اللي هو تقرير الشؤون الخارجية في تابع لمجلس الأمن البريطاني اللي قمنا بتحليله، وإن لم الحقيقة نعطي حقها نعم. في التحليل أشرنا لهذا. هم يعرفون أنه يعبث وأنه لا يستطيع، يقيمون تقييم صحيح، لا يستطيع السيطرة على ليبيا. نعم. يقول لأن قدراته لا تمكنه من ذلك. الموضوع أكبر منه. الساحة الليبية هذه دوخت حتى مونتجومري والجيش الألماني ورومل. نعم. ما تدوخش واحد دعي زي هذا يعني. نعم. مش أقول يعني يستطيع. طيب. يعني عنده قدرة يقاتل في هالمناطق هذه كلها ويستولي عليه، مستحيل. هذا ما يقبلهش عاقل. ونأمل من إخوان المواطنين الليبيين ألا يرعبوا من هذا لأنه كذاب. ولكن سيد محمد ناس، يعني عسكريا ومن خلال خبرتك بالقانون العسكري والقوات وتأثيرها وكذا تقول هذا الكلام، ولكن الناس يعني عندما تسمع بأن حفتر وصل إلى منطقة الجفرة ويستهدفها ويقصفها، هذه مشكلة، هناك خلل. أين قواتنا؟ أين قوات الثوار؟ أين الذي موكل له مهام حمايتنا؟ يعني الثوار الآن شئنا أم أبينا هم يعني مسؤولون عن حماية هذه المناطق، مسؤولون عن حماية أمن ليبيا. نعم. فلذلك ما الرسالة التي يجب أن يفهمها الثوار من خلال هذا التمادي من قبل حفتر؟ حفتر تمادى عن طريق القصف العبثي الجوي. نعم. إذا كان عنده قدرات ينزل الثوار على الأرض ويشوف ما الذي قضى على تنظيم الدولة في سرت وفي السدرة وفي صدراته وفي درنة؟ من هل قضى عليه؟ هو نتحدى إذا كان يملك فارس من فرسان الثوار. هو هذا والله ما يملكهم، أنا أقسم بالله أنا لا يملكهم. إذا كان هو شجاع فلينزل على الأرض ويشوف أولاد إيش يديروا. لكن أنا يجيب بطائرة يضرب بطريقة عبثية ويمشي، أهو عبدت اليوم بثلاث ضباط عنده واحترقوا. لا. طيب بعد تشكيل الحرس الوطني الليبي يعني ألم يأن للثوار الآن أن يعيدوا حساباتهم
وأن يتنبهوا لحقيقة الخطر القائم الآن، الخطر المحدق بأمن ليبيا وبوحدتها وبسيادتها. أنت قلت بأن لا معركة إلا في بنغازي، كذلك يعني كانت الدعوات من قبل المفتي وعدة يعني محللين ومتابعين للوضع يقولون أن المعركة أساسها في بنغازي. ألم يأل للثوار الآن أن يتنبهوا لهذا؟ أنا طبعا سوف أتجنب الخوض في أي تفاصيل في هذه المسألة، نعم. ولكن أقول أن الثوار متنبهون حسب اعتقادي، وأنهم الآن أنا كنت أدعوهم كثيرا للتوحد تحت قيادة واحدة، والآن أخذوا خطوة في الاتجاه الصحيح أن يتحدوا تحت قيادة واحدة تتكلم باسمهم. نعم. لأن في فرق بين تشتغل مع شركة عريقة تحميك حيا وميتا، وبين تشتغل مع تاجر مواد غذائية في شارع. نعم. فأنت هنا لما تشتغل تحت قيادة موحدة تخضع لقانون، وهذا هم الآن يطبقون القانون الصادر عن المؤتمر الوطني العام بإنشاء الحرس الوطني. هذا القانون طبعا ما زال نظريا ويحتاج إلى تخطيط، لأن مسألة التجهيز والتدريب والهيكلة والتنظيم تحتاج إلى عمل كثير، وأنا متأكد أن مجموعة الضباط الموجودة على رأس الهرم بإذن الله سوف يوفقون في ذلك. المهم أنهم أخذوا خطوة في الاتجاه الصحيح، الآن يخرجوا من عقدة الميليشيا والكتائب ويدخلوا تحت النظام. نعم. هذا هو، وهذا ما أشار إليه نعم. بيان آمر الحرس الوطني الليبي. نعم. عموما ابقى معي، أرحب بالدكتور محمد فؤاد مرة أخرى. دكتور فؤاد أهلا بك. أهلا بك، السلام عليكم، تحية لك. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. كنت قد سألتك عن موقف الرئاسي المقترح الذي يصمت عن كل شيء إلا ما يتعرض له حفتر. هو قلت لك أن المجلس الرئاسي طلع بيانات حول شركة الاستثمار أكثر من البيانات اللي صدرت على احتلال قوات نعرف عملية الكرامة للهلال للموانئ الهلال النفطي، رغم أن الموانئ النفط يعني هو أهم موقع ربما يكون استراتيجي في كوبليبيا. يعني للأسف الشديد الأداء المجلس الرئاسي كما يعلم الجميع ضعيف وضعيف جدا وسيء وضعيف حتى الاتفاق نفسه. يعني المشكلة الاتفاق السياسي هو الذي أتعب المجلس الرئاسي، والمجلس الرئاسي لا يطبق الاتفاق السياسي نفسه. نعم نعم ايوه اجل نعم. فقلت لك هذا هو الاداء السيء جدا للمجلس الرئاسي والمشاكل التي اتى بها. لا ادري هل هو بسبب ضعف شخصية السيد السراج، الكل يعلم ان السيد السراج ضعيف جدا وضعيف جدا حتى عن العمل السياسي، حقيقه لا توجد لديه اي خبره في العمل السياسي، ام هناك اسباب اخرى لما يقوم به، ولكنه في النهايه غير مقبول وغير معقول. طيب يعني حفتر لم يطلق طلقة في تحرير مدينة سرت أو درنا من قبل ما يعرف تنظيم دولة، وأيضا في صبراتة، إلا أنه يوصف من قبل هذا الرئاسي بأنه محارب الإرهاب، أنه من يحارب الإرهاب. الثوار الذين حرروا سرت صبراتة درنا إن لم يوصفوا بالإرهابيين فتنعدم عنهم أي شكل من أشكال الإمكانيات والدعم، وهذه هي نفس المشكلة. يعني إلى الآن المشكلة أكثر من هيك، لأن القوات اللي تابعة لحفتر أو السيد حفتر لا يعترف أصلا بالمجلس الرئاسي. حفتر واضح جدا نريد أن نركز على نقطة وهي نعم نعم هناك خلل يمنع من التواصل مع دكتور محمد فؤاد بشكل جيد، وهذا الخلل من المصدر كما يبدو. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد فؤاد المحلل السياسي، ونعتذر عن هذا الخلل الخارج عن إرادتنا. أعود لسيد محمد نعاس، ومن السؤال الذي وجهته للدكتور محمد فؤاد حول ما يقوم به هذا الرئاسي المقترح، يصف حفتر بأنه من يحارب الإرهاب، بينما الثوار الذين حرروا صبراتة وسرت وكذلك ذرنا إن لم يصفهم بالإرهابيين فهو لا يدعمهم. أنا علقت كثيرا على صفحات الفيس على هذا المجلس الرئاسي، يعني من أغرب تجمع سياسي في حياتي من قراءاتي واطلاعي على التاريخ هو هذا المجموعة اسمها المجلس الرئاسي. يعني هؤلاء يغردون خارج السرب،
لا يقرؤون المشهد قراءة جيدة. عندما تكون في مشهد معين لابد أن تقرأه جيدا وأن تفكك عناصره لكي تضع الرؤية للخروج بها. هؤلاء قوات البنية المرصوصة احترموا هذا الكيان، قالوا نحن تابعون له، هذه حقيقة عشناها أليس كذلك؟ نعم. قالوا نحن تابعون قوات البنية المرصوصة ونحن نقاتل تحت رايته ونحن نعترف به، والعالم كله شهد على هذا، وشهدت عليه الدول الكبرى الراعية الاتفاق هي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا. علموا أن هذه قوات البنيان لم تخرق احترامها للسلطة السياسية القائمة ولو يوم واحد، ولكن أثناء ما هم يقاتلون كانت تطعنهم في ظهورهم، كانت عندما يعني قبل إتمام عملية البنية المرصوص بأيام قليلة زحف حفتر بأجندة معينة حتى وصل إلى بن جواد. طبعا هو زحف رمزي، هو وجوده مهلهل، ما عندش قوات مهمة تقدر تقاتل في تلك المنطقة، وضرب بطيرانه في تلك المنطقة وهاجم حرس المنشآت الموجود هناك، وإن كنا نتحفظ على هذا الحرس، فلأن كان فريقين الحرس، في فريق موالي للثوار في طرابلس وفي فريق الذي يزعمه جدران ليس مواليا. ولكن يعني هل القوات البنية المرصوص بعد ما رأت تصرف المجلس الرئاسي بهذه الطريقة صار عندهم إحباط، أنا أضحي بدمي وبأبنائي وبأهلي وأولادي يتيتموا وزوجتي تترمل، وأنت تصف العدوي بأنه هو يقاتل إرهاب، ما دافع لنا وتمكنه من رقبتك طبعا. فهي هذا الطعن في الظهر هذا يدل على شنو؟ يدل على الغباء السياسي وعدم القدرة على فهم الموقف، وأنهم غير أكفياء لقيادة هذا البلد. نعم. فالنتيجة هو هذا إعلان الشباب أنهم هم يبحثون عن اسم طيب. شرعي ينضمون تحته. طيب هناك مسألة أخرى، يعني أنت كمحلل استراتيجي أريد أن أسأل، يقولون بأن ما لم تفعله البنادق والصواريخ والراجمات فعلته جرة قلم وأزاحت حفتر جانبا، ما دقة هذا الكلام؟ كيف تعلق؟ هذا صاحب الكلمة هذه هو السيد صالح مخزوم، أتحفظ على ذكر الأسماء. لا معلش، هذا زعيم سياسي، ولكن هي يعني عبارة تم تداولها من قبل أطراف سياسية. نعم هذا في زعيم سياسي والفيديو موجود فيه، ونحن نقوله من باب سرد الواقع وليس طعنا في شخصية. نعم أنت أنا تربطني بعلاقة طيبة يعني. ولكن قال بجرة قلم، هو فرح بالاتفاق لكنه لم يقرأ ما وراء السطور، يعني فهو ربما قالها ببراءة، فهو فرح بالاتفاق ويعتقد أن جرة القلم هذه خلاص ليبيا بتخش العالم السلام، ما يعلمش أن الملف الليبي تتحكم فيه أصابع الدول الكبرى. فهم حتى يعلم رأي جيدا السيد مخزوم في اجتماعات كثيرة، هو يعرفه جيدا، أنا نقول لهم من أقروا ما وراء السطور، افهموا من يدير الملف، ابحثوا عنه وفاوضوه لكي تحقنوا دماء أبنائنا، ولكن لم تصلهم هذه الرسالة. والآن جرت القلم وأنا علقت عليها في الفيسبوك، القلم الذي جره السيد صالح مخزوم أخذه حفتر وحرق به جثة واحد من أبنائنا وهو ميت يعني في بنغازي يعني. نعم. طيب نأتي الآن على خطوة تشكيل الحرس الوطني الليبي، يعني هذه المؤسسة العسكرية التي تضم الثوار في ليبيا هي قوة عسكرية نظامية تأتمر بإمرة عسكرية قيادة عسكرية، ما الذي ستشكله هذه الخطوة على المشهد العسكري في ليبيا الآن؟ أنا لست من يسبقون الأحداث، لا أستعجل في الحكم على الأمور، الخطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح، لكنها تكتنفها كثير من الصعوبات، وآمل من قيادة هذا الحرس أن يقرأوا المشهد جيدا وأن يخططوا جيدا وأن يستمعوا إلى أهل الحكمة وأهل السياسة في هذه المسألة، لا ينفردوا بقناة العسكري لكن يستمعون للناس الحكماء الذين يفهمون ماذا يدور في البلد وماذا يحاك، الناس الذين يقرؤون الكتب والتحاليل ويتابعون الأخبار، يجب عليهم أن أنا اليوم أرسل إلي البلاغ التعليق وزارة الخارجية الأمريكية على الحدث في ليبيا، اللي هو فكان يعني تعليق دقيق جدا جدا ومتزن الحقيقة. فقالوا أن احنا علمنا بأن عربات تكتيكية تكتيكال فيكلز دخلت إلى مدينة طرابلس وتحت شعار
شعار الحرس الوطني، ونأمل أن لا تكون تساهم في الخلل بالموازين الأمنية في العاصمة. ولكن لم يقولوا عنها أي شيء ولم ينتقدوها، لأن ربما الأمريكان يروا أن في هذا حلا الآن. فنأمل من إخواننا وأبنائنا في الحرس الوطني أن يلعبوا على هذا الوتر جيدا، وأن يقرأوا ما وراء السطور، وأن يتجنبوا الاصطدام بالقوة الفاعلة على الساحة الليبية، وأن يكون همهم هو الوطن والاستقرار فقط. نعم. طيب، ما المطلوب من الثوار الآن لإنجاح هذه الخطوة، خطوتهم، خطوة الحرس الوطني؟ حسن التنظيم. نعم. وحسن التخطيط والهيكلة. لابد أن يهيكل هذا الجهاز هيكلة حقيقية، لأن كما قلنا أن الحرس الوطني هو قوة شبه عسكرية، سيمي ميليتري فورس يقولها، شبه عسكرية فيها كل مواصفات الجيش ما عدا مواصفة واحدة، أنه غير قادر على المناورة بالقتال. فيجب أن ينظموا على هذا الأساس، أن يأخذوا القانون العسكري، وأن يأخذوا الأوامر الثابتة للجيش الليبي، أو ما يعرفون معنى هذا المصطلح جيدا، وأن يطبقونها، وأن يستحدثوا يسترجعوا أوامر القسم الأول والقسم الثاني في الجيش، وأن ينظموا في وحدات، وأن ينظموا الأسلحة الثقيلة تحت الصنوف، والمتوسطة تحت الصنوف، والقوات البرية تحت الصنوف. هذه الصنوف تكون لها قيادات. نعم. وينظم أنفسهم ويأخذوا وقتهم، ما يستعجلوش، ما يستعجلوش، لأن ما فيش من ينافسهم على الساحة. نعم. أليس هذا ما وعد به بيان تأسيس الحرس الوطني الليبي؟ أظن ذلك وأتمنى ذلك. طيب، سيد محمد النعاس المحلل العسكري والاستراتيجي، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، كما أشكر أيضا السيد محمد فؤاد المحلل السياسي الذي حالت ظروف الاتصالات بيننا وبينه، والشكر موصول لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ولمن ساهم في إخراج هذه الحلقة. إلى لقاء آخر، دمتم ودام الوطن في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.